يؤلمني أن أرى عمر هكذا. كيف تقول ذلك؟ لقد قاد التمرد ضدنا 20 سنة. كعدو شهم عمر المختار يجب أن نعامله باحترام وبكرامة. بكرامة؟ كان يجب أن نجلده طوال الطريق. أنت تنسى نفسك سيدي. هل هناك شيء أصنعه لك؟ لو سمحت لي ببعض الماء لكي أهيئ نفسي للصلاة. تفضل. والسلاسل حين أصلي؟ لا مستحيل. يريد الصلاة فقط. أنا كبرت فلا أستطيع تسلق الجدران. فك عنه السلاسل لساعة. على مسؤوليتك أنت الشخصية. نعم.